بسم الله. لنمر إلى الحصة الرابعة من درس خاصية طالس. إذا وقفنا في الحصة الماضية عند التمرين التطبيقي التالي: نعتبر دي ودلتا مستقيمين متقاطعين في نقطة O، M و N نقطتان من دي، بحيث المسافة OM تساوي 2 و ON تساوي 4 و O تنتمي إلى قطعة MN. هذه في الحصة الماضية ذكرتها شفويا. E و F نقطتان من دلتا، بحيث المسافة OE تساوي 3 والمسافة OF تساوي 6 و O تنتمي إلى القطعة EF. إذن السؤال الأول: أنشئ الشكل. ثم السؤال الثاني: هل ME يوازي NF؟ إذن قبل ما نمر للجواب ورسم الشكل، غادي نتذكروا بداية خاصية طالس العكسية. إذن الآن شوفوا الشكل الموالي. عندنا ABC مثلث، M نقطة من المستقيم AB و N نقطة من المستقيم AC. نتذكروا الآن خاصية طالس العكسية اللي ذكرت. إذن الخاصية تقول ما يلي: إذا كانت النسبة AM على AB تساوي AN على AC، والنقط A و M و B لها نفس ترتيب نقط A و N و C، فإن ماذا؟ نعود. إذا كانت النسبة AM على AB تساوي النسبة AN على AC، والنقط A و M و B لها نفس ترتيب نقط A و N و C، فماذا نستنتج؟ جيد، نستنتج أن المستقيم MN فعلا يوازي BC. واضح؟ إذن يمكن استغلال هذه الفكرة ديال خاصية الطالس العكسية للبرهان على التوازي. إذن مثلا لو نثبتوا هذين المستقيمين أنهما متوازيان، غادي نمشي ونحسبوا النسبة AM على AB ونحسبوا النسبة الأخرى AN على AC. إلا لقيناهم متساويين راه عندنا التوازي، ولا ما لقيناهمش متساويين راه ما عندناش التوازي، يعني غادي يكون المستقيمين غير متوازيين. نعم، إذن هاد الشروط ديال النسب أو النسبتين اللي خصهم يكونوا متساويين باش يعطيونا التوازي هما اللي غادي نستغلوا في تصحيح التمرين السابق. واخا قبل ما ندوزو للتمرين السابق غادي نعاود نشوفو وضعية أخرى، وانت اللي غادي تعطيني اشنا هي النسب اللي غادي نقارن باش نثبت التوازي أو عدمه. يلا نمر الآن إلى الشكل المهم. يلا الآن لاحظ معايا هذا الشكل. عندنا أجي تي مثلث، M نقطة من المستقيم AG و N نقطة من المستقيم AT. يلا عطيني دروك النسب اللي غادي نقارن إذا أردت أن أبين فيما إذا كان المستقيم MN يوازي جي تي أم لا. يلا شنو هما النسب اللي غادي نقارن في هذه الوضعية؟ مزيان، نعم النسبة الأولى اللي هي AM على AG، وما هي النسبة الثانية؟ فعلا AN على AT. إذن هادو هما النسبتين اللي غادي نقارنو. أعيد: AM على AG و AN على AT. إلا لقينا هاد النسبتين متساويتين، غادي نضيفو لهم هي المسألة ديال ترتيب النقاط. عندنا النقاط A و M و G لها نفس ترتيب النقاط A و N و T. إذن المستقيمان MN و GT متوازيان حسب خاصية طالس العكسية. ولكن حتى نلقاو بأن النسبة AM على AG تساوي AN على AT. ويمكن لينا تاني نقارن النسبتين، مثلا عوض أن أقول AM على AG نقدر نقول AG على AM. أعيد: AG على AM نقارنها مع ماذا؟ سمع مزيان اش قلت هنا. AG على AM سأقارنها بماذا؟ نعم، سأقارنها مع AT على AN. إذن اللي عطوني المسافات غادي نعوض المسافات اللي عندي، ثم أستنتج بسهولة فيما إذا كانت نسبتين متساويتين أم لا.
واضح؟ نعم، نمر الآن إلى شكل آخر. يلا الآن شوف معايا هذا الشكل، وخادي نكبره مزيان باش ها هو. انظر، عندي هنا المثلث A B T مثلا، ثم طلب منك أن تبين فيما إذا كان المستقيم M N يوازي A B أم لا. يلا، كيف ستؤكد التوازي من عدمه؟ هنا راه تعمدت ووضعت هذه الوضعية. كيف ترى غير المستقيمين M N و A B في الشكل بلا ما دير حتى شي بران؟ كيف تيبانوا لك دروك في الشكل؟ مزيان، فعلا تيبانوا بأنه غير متوازية. لاحظ جيدا، A B مع M N إلا مددتهم بيتلاقاو هنا الفوق. جيد، ولكن كيفاش غادي نثبتوا انهما غير متوازيين؟ مره اخرى هنا سوف نستعين بخاصيه طاليس العكسيه، حتى هي عندها دور ولو لم يحصل التوازي. جيد، اذن ما هي النسبتين التي سنقارن في البدايه؟ مزيان، اذا غادي ناخذ النسبه تي ام على تي ا ونحسبوها، أعيد تي ام على تي ا ونقارنها مع ماذا؟ صحيح، سنقارنها مع تي ان على تي بي. بينا مزيان، ها هي. إذن غادي ناخذ نسبة مثلا تي ام على تي ا، نقارنها مع نسبة تي ان على تي بي. تقين إذا غادي نمشيو مثلا نحسبوا هاد النسبة تي ام على تي ا ونشوفوا شحال بتعطينا، ونعاودو نمشيو نحسبوا النسبة الأخرى اللي هي تي ان على تي بي ونحسبوا تاني شحال غتعطينا. بطبيعة الحال في هاد الشكل غادي نلقاو مختلفين، حيث راه باين بأن المستقيم MN لا يوازي AB إذا نظرت عمليا إلى الشكل. تقين؟ نعم، نمشيو دروكا لمثال آخر. يلا انظر معي إلى هذه الوضعية، شوف هذا الشكل مزيان. مثلا هنا إذا طلبت منك أن تؤكد بأن المستقيمين BC و HE متوازيين، يلا كيف ستتصرف؟ يلا فكر مزيان. يلا، ما هي الخطوة الأولى؟ إذا هنا غادي نختاروا واحد من المثلثين، إما A B C اللي غادي نشتغلوا عليه أو A E H. يلا، إذا هنا غادي نفكروا في ماذا؟ صحيح، غادي نفكروا في النسب. مزيان، يلا ما هما النسبتين التي سنقارن هنا في هذا المثال؟ مزيان، يلا شوف معايا الآن. إذا غادي ناخذ النسبة الأولى مثلا A E على A B، شوف مزيان، A E على A B، سنقارنها مع ماذا؟ لاحظ جيدا كيف بدأت، قلت A E على A B، إذن سنقارنها بماذا؟ صحيح، سنقارنها مع AH على AC. يلا نبين لك أكثر في الشكل. هاي أش قلنا؟ قلنا نقارنوا AE على AB مع AH على AC، هكذا AE على AB مع AH على AC. تقين؟ مزيان، اذا غادي نمشيو نحسبو كي قلنا AE ها هي على AB. ونشوفو شحال تتساوي. واضح؟ تنبرز عليك في الشكل مزيان، هاي AE على AB.
نعم، ثم ماذا؟ اش غادي نمشي ثاني نحسبه؟ قلنا ا او على ا بي، ايه النسبه الاخرى اش قلنا فيها؟ ا اش على ا سي، هاي ا اش نكتبها هنا لتحت، ا اش على اس، ونمشيو نبحثو عليها ونشوفو شحال تتساوي، متفقين؟ ثم نقارن النسبتين، إلى وجدناهم متساويين غادي نمرو لترتيب النقاط. ترتيب النقاط عطيه لنا الشكل، انظر جيدا، النقاط أ أو و أ و بي لها نفس ترتيب النقاط اش و ا و سي. اذا غادي نضيفوا هذه المعلومه الى المعلومه الاولى ديال النسبتين المتساويتين، انه اخيرا سنستعمل خاصيه طاليس العكسيه، وبالتالي سنستنتج ان المستقيمين او اش و بي سي متوازيان، متفقين؟ ولكن هذه الامور كلها تنستعملوها الى عندنا معلومات على المسافه، يعني نقدروا يعني نكونوا تنعرفوا اصلا كم تساوي المسافة أو، كم تساوي المسافة بي، وكم تساوي المسافة أش، وأخيرا كم تساوي المسافة سي، باش إلا عوضنا تجينا الأمور سهلة، حيت بعض المرات نقدروا نحصلوا على التوازي بدون استعمال خاصية طاليس العكسية، انطلاقا من أشياء رأيناها في السنة الماضية. مثلا إذا اعتمدنا على الزوايا، مثلا إلا لقينا بأن هذه الزاوية هذه تتقيس هذه، هما زاويتان متبادلتان داخليا، راه نقدروا نستعملوا خاصيات اللي شفناها في السنه الماضيه. حتى نقولوا هنا غير الا كانت ظروف مواتيه لاستعمال خاصيه طاليس العكسيه، ها الطريقه ديالها، متفقين؟ مزيان، يلا دروكا ندوزوا للتمرين ديالنا ونصحوه. يلا احنا رجعنا دروكا للتمرين ديالنا، قلنا دي ودلتا مستقيمان متقاطعان في نقطتين او ام و ان، نقطتان من دي بحيث او ام تساوي 2 و او ان تساوي 4 و او توجد بينهما، اي بين النقطتين ام و ان، او اف نقطتان من دلتا بحيث او او تساوي 3 و او اف تساوي 6 و او توجد بين هذه النقطتين. اذا نشوفوا الشكل هو هذا، اذا المستقيم دي المستقيم دلتا يتقاطعان في نقطتين او، المسافه او ام تساوي 2، انت تحسب هنا بالقطع، القطعة الاولى القطعة الثانية، او ام تساوي 2 و او ان تساوي 4، هيا 1 2 3 4، مزيان. او كما ترى توجد بين ام و ان، المسافة او او تساوي 3، هيا 1 2 3، والمسافة او اف تساوي 1 2 3 4 5 6، مزيان. و او توجد بين او و اف، اي تنتمي الى القطعه او اف، مزيان. دروك انتهينا من الشكل، دروك ندوزو للبران، واضح؟ اذا نعتبر المثلث او ام او، عندنا المسافة أو إم كما ترى هنا على المسافة أو إن تساوي 2 على 4، عندنا المسافة أو إم هي 2 و أو إن تساوي 4، ولا حسبناهم تلقاو 1 على 2، أو إم على أو إن تساوي 2 على 4، ولا اختزلناها كما ترى تساوي 1 على 2، و أو أو على أو إف تساوي 3 على 6 تساوي 1 على 2. إذا كيف وجدنا هذه النسبتين؟ فعلا هما متساويتين، احنا غادي نكتبوها. اذا او ام على او ان تساوي او او على او اف، واضح؟ مزيان. اذا بقى لنا دروكا ترتيب النقاط، الى رجعنا للشكل بيبان لنا النقاط بسهوله ان لها نفس الترتيب، وبما ان النقاط او وام وان لها نفس ترتيب النقاط او واو واف، فإن ام او يوازي ان اف. كي غادي يقول لي كي درتي تلاحظتي الترتيب ديال النقاط، هنا راه داخله في المعطيات، لانه قال لنا هما او توجد بين ام و ان، اذا هنا عطانا واحد الترتيب معين. كذلك قيل لنا ان او توجد بين او و اف، اذا هنا عطانا واحد الترتيب ديال النقاط او و او و اف. اذا لاحظت الشكل جيدا ستجد ان
الطريقة باش ترتبت النقاط O و M و N هي نفس هي نفسها بالنسبة للنقاط O و E و F. إذن المستقيم ME يوازي المستقيم NF حسب خاصية طاليس العكسية. إذن انتهى هذا التمرين، وكذلك انتهت هذه الحصة الرابعة من درس خاصية طاليس سواء المباشرة أو العكسية. يلا إلى اللقاء. هذا الدرس أو هذه الحصة من إعداد الأستاذ عبدو، إعدادية الصفاء مراكش.